أهلا بيكم، أتمنى كنا استفدنا من المحاضرات اللي فاتت. إن شاء الله هنعمل لكم محاضرة النهاردة خفيفة كده وسريعة، بس قبل ما نبدأ في المحاضرة عايزين نقول إحنا اتكلمنا إيه في محاضراتنا اللي فاتت. استعرضنا طبعا مخاطر بيئة العمل، قسمناها لست أنواع، وبعد كده اتكلمنا في أول محاضرة عن النوع الأول وهي مخاطر المعدات، وقسمناها لمخاطر ميكانيكية وغير ميكانيكية وشرحنا كل واحدة فيهم. بعد كده رحنا للمخاطر الكيميائية وقسمناها على حسب الطبيعة الفيزيائية لثلاث أشكال، وقسمناها على حسب درجة الخطورة برضه لثلاث أشكال. الحاجات دي واضحة في المحاضرة اللي فاتت، أتمنى نراجع ونذاكر عشان هيبقى في امتحان في آخر السلسلة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جزء مهم جدا متعلق بالمخاطر الكيميائية، هنستكمله النهاردة، وهو الماتيريال سيفتي داتا شيت. يعني ايه الماتيريال سيفتي داتا شيت او الام اس دي اس؟ دي صحيفة الامان الخاصة بالمادة. انا مش معقول هكون ملمة بكل المواد الكيميائية اللي هتدخل للسايت، مش معقول هكون عارفة طبيعة المادة، خطورتها، هل المادة دي توكسيك ولا قابلة للاشتعال ولا متفجرة، هل حتى اتخلص ازاي من المادة دي، طب لو حصل لي اصابة المادة دي ازاي هقدر اتعامل. كل ده موضح جوه الصحيفة دي. الصحيفة دي عبارة عن 16 بند. الاولاني كده بيعرف لك الماده بشكل سريع، اسمها ايه، العائله الكيميائيه بتاعتها، الشركه المصنعه، الاسم التجاري، وسائل التواصل مثلا، ارقام التليفونات والحاجات دي. بعد كده بيقول لك على المكونات الكيميائيه والمكونات الكيميائيه الخطره جوه الماده دي اللي هي اسمها الهازارد ايدنتيفيكيشن. تالت حاجه بيوضح لك بقى الماده دي ضمن انهي كلاس من الكلاسز المعروفه ضمن الكود الخاص بالمواد الخطره. وده ان شاء الله يعني ممكن اوضح لكم ده في حلقه جايه باذن الله، اللي هو كود اسمه اي ام دي جي، انترناشونال ماريتايم دانجرس جودز كود. ده بيقسم لك المواد الكيميائيه لتسع كلاسز. تمام، بيقول لك كمان في النقطه دي الملصقات بقى الخاصه بالماده دي والرمز بتاعها زي ما احنا وضحنا قبل كده. بعد كده بيقول لك كمان على وسائل دخول الجسم. المادة الكيميائية دي بتدخل عن طريق الاستنشاء ولا عن طريق الجلد؟ طيب لو حصل كده ايه الفيرست ايد بقى اللي نعمله؟ تمام. خامس حاجة بيوضح لك المادة دي قبل الاشتعال ولا لا، اللي هو النقطة الخاصة بالحريق اللي هو الفاير فايتنج ميجرز. بيوضح لك كمان نقطة الوميض بتاعتها. يعني ايه نقطة الوميض؟ هي اول درجة حرارة بتساعد المادة على ان الابخرة بتاعتها تطلع، والابخرة دي هي اللي بتكون بتشتعل. بيوضح لك كمان الحد الادنى للاشتعال والحد الاعلى للاشتعال. سادس حاجة بيوضح لك بقى في حالات الحوادث زي الانسكاب والتسريب ازاي هتقدر تتعامل. سابع حاجة بيقول لك التداول والتخزين اللي هو الهاندلنج والستورج. تامن حاجة بيوضح لك بقى الاكسبوجر ليميت، حدود التعرض بتاع المادة دي كم ساعة والتركيز بتاعها. كمان بيوضح لك في نفس النقطة مهمات الوقاية الشخصية الأمنة للتعامل مع المادة الكيميائية دي. تاسع حاجة بيوضح لك الخصائص الكيميائية والفيزيائية بس بالتفصيل، يعني بيقول لك بقى اللون بتاعها، الريحة، صورتها، سواء موجودة مثلا في شكل سائل أو صلب أو غاز، درجة التجمد، درجة الغليان، الضغط البخاري، كل الحاجات دي. عشر حاجة اللي هو الرياكتيفيتي والاستابيليتي اللي هي درجة ثبات المادة كيميائيا، هل المادة دي ثابتة كيميائيا ولا ممكن تتحلل، ممكن تتفاعل مع مادة تانية، عشان نكون حريصين أثناء التخزين اللي احنا منحطهاش جنب مادة تانية ممكن تتفاعل معاها فبتؤدي لي لكارثة، ان هي ممكن تسبب مثلا انتاج مثلا مادة توكسيك او مادة قابلة للاشتعال. بعد كده بيوضح لك النقطة 11 درجة سمية المادة، هل هي أصلا مصنفة إن هي سامة ولا لا. في النقطة 12 بيقول لك على الإيكولوجيكال انفورميشن اللي هي المعلومات البيئية، هل بقى المادة دي خطرة على البيئة، هل خطر على البيئة البحرية، هل لو حصل تسريب أو ليكج للتربة هل بتستمر ولا بتتحلل. كل نقطة بتوضح في النقطة رقم 12. في النقطة رقم 13 بيقول لك بقى التخلص الآمن من المادة الكيميائية اللي هو الديسبوزل، العبوات الفارغة مثلا ازاي اقدر اتخلص منها. النقطة 14 بيوضح لك ترانسبورتيشن اللي هو معلومات النقل، ازاي اقدر انقلها والعبوات اللي المفروض تتنقل فيها. والنقطة 15 دي خاصة بقى بيوضح لك تصنيف المادة طبقا للمنظمات العالمية زي مثلا المنظمات الامريكية والاوروبية. النقطة 16 وهي النقطة الاخيرة بقول لك معلومات اخرى، لو في اي معلومات اضافية خاصة بالمادة دي هيذكرها لك في النقطة 16.
طبعا اي حد بيشتغل في السيفتي ما ينفعش يستلم اي ماده كيميائيه من غير ما يحصل على MCDS عشان يعرف درجه خطوره الماده، ولازم كمان يدرب الناس اللي هتتعامل مع الماده على كل المعلومات دي، ازاي اقدر اتعامل معاها، المهمات اللي المفروض البسها لو حصل حادثه، الانسكاب اقدر اتعامل ازاي لو حصل تلامس مثلا للجلد او العين، لو حصل استنشاق فيرست ايد اقدر اعملها ازاي عشان الحق المصاب. كل ده معلومات لازم نتعرف عليها ولازم ندرب المتعاملين مع الماده الكيميائيه عليها. بكده احنا استعرضنا النهاردة المخاطر الكيميائية، وزي ان شاء الله ما قلت لكم احنا في حلقة تانية هنتكلم فيها عن تصنيف المادة الكيميائية تبع الماريتايم دانجرس كودز كود، الكلاسز بتاعته هنقدر نستعرضها من 1 لـ9. اتمنى النهاردة ان شاء الله تكون استفدتم وتكون حلقة مش تقيل عليكم، وشكرا لكم.